النهاردة هكلمكم عن واحد من أهم الاختراعات اللي خدمت الإنسانية والبشرية في العالم، التليفون اللي تم اختراعه سنة 1876، وبيه قدر الناس يتواصلوا مع بعض في تبادل المعلومات والبيانات ويسمعوا صوت بعض. مين اللي اخترع التليفون؟ هو ألكسندر جورهام بيل، المولود في أدنبرا عاصمة اسكتلندا في 3 مارس 1847. جورهام بيل اتولد لأب بيشتغل مهندس وبيعمل أبحاث في المجال الصوتي، ووالدته كانت بتعاني من ضعف السمع، وكان جورهام بيل الموضوع ده بيضايقه جدا، وكان بيحاول انه يوصل لها المعلومات ويخليها تتعايش معاه. اتنقل جورهام بيل الى كندا وامريكا، ونجح سنة 1876 في اختراع جهاز التليفون بعد سلسلة من الابحاث والتجارب، وقدر الناس يتواصلوا مع بعض. توفى جورهام بيل في 2 اغسطس 1922 بمرض فقر الدم الخبيث، وفي ناحية تانية من الكوكب وبعيدا عن المخترعين والمكتشفين والعلماء، في بلدنا الغالية مصر بنلاقي لقب العالم ده بيتوزع اكنك بتوزع كوتشينا، العالم الدكتور عبد الله رشدي. عمل ايه؟ اخترع ايه؟ افاد البشريه بايه؟ ولا حاجه. غالبيه كلامه ومواضيع عبد الله رشدي عباره عن المراه، لبس المراه، حكم البرفان، التاتو، المراه لا يجب ان تمتنع عن جوزها مهما كان، ورغي وهري في المواضيع اللي من هذا الشكل. وكمان يتكلم عن اساطير وروايات ما بتفيدش العالم بحاجه، قولولي العلم او المنفعه اللي فات بيها الناس وعادت على البلد بخير. وهكلمكم عن شخصيه تانية سابت بلدها لانها لو كانت ناجحه ما كانتش اتحركت من بلدها، جت هنا مصر ورقصت وبقت رقاصه ونجمه مشهوره وبتقبض بالملايين، وبقى ليها مشاهدين ومعجبين. وللاسف الشديد ده بقى حالنا، بين واحد قاعد ما بيفيدش الناس بشيء، وبين واحدة قاعدة ترقص وبتاخد من الناس الملايين. وفي الختام هقول لكم عن بعض الأسماء المصرية اللي قدرت إنها تحفر اسمها في التاريخ ويكونوا علماء تقدرهم الإنسانية والبشرية، ولكن للأسف الشديد نجاحهم اتحقق خارج مصر. الدكتور الراحل أحمد زويل، والسير مجدي يعقوب، الدكتور هاني عازر، الدكتور فاروق الباز، وغيرهم من المصريين الأكفاء اللي نجحوا برا مصر. للأسف الشديد بلدنا بقت جاذبة للدراويش والمتطرفين اللي بيضللوا عقول الناس بخرافات وقصص وفتاوى وأحكام ما بتفيدش البشرية بأي شيء، أو واحدة ما نجحتش في بلدها وبتيجي مصر تشتغل رقاصة وتكسب الملايين. عرفتوا ليه الدول تقدمت وسبقتنا في كل حاجة واحنا واقفين محلك سر؟ أشوفكم على خير.